احتجاجيه على حسب التوقيف ديال جوج العمال الغير القانوني، لانه هاد الناس اللي وقفاتهم دابين 15 سنه ووقفاتهم دون سبب دون سند قانوني، وعندنا العطله السنويه لمده 16 شهر ما توصلناش بها، وعندنا الساعات الاضافيه ما توصلناش بهم، وكنعانيو من 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 نقل من طونسبور، انا كندير اوتوستوب في الطريق، وعندنا الوسائل ديال التعقيم ما كنتوصلوش بها منذ بدايه الجائحه. خويا كناديو بسميتو بالحقوق ديالنا المهضومه، فسميتو العطله السنويه ما عطيناش، ما كان شي سالير اللي هو معقول، ترونسبور ما عندناش، حنايا محرومين من كل شيء، حنا ما كيفكر فينا حتى واحد. كنطلب من جميع من شاف هذا الفيديو ولا اللي يسمع ولا شي حاجه ينشرنا على هاد السيده راه كانت لينا حقنا، دات لينا كل شيء رزقنا، حنا راه بركين كنطلبوا دابا.